قام اليوم والي العاصمة عبد القادر زوخ بزيارة تفقدية قادته إلى عدة بلديات، وقف خلالها عند سير مصالح الحالة المدنية، كما تفقد بالمناسبة عدة مشاريع تنموية. ريمار وابح. تعرف الخدمة العمومية ببلدية بارتوتا تسال المرجى وأولاد الشبل تحسنا كبيرا، ما شجع المواطن على الاقتراب أكثر من إدارته. هذاك ما كاين بصح كيطرد مون، يطرد مون يخدموا بصح ما لحقوش واش يلحق. بالطبع كاين تحسن كبير، راه في الوثائق، استخراج الوثائق منا بارابول لي زاني اللي فاتوا، دوك راه الحمد لله. وبين انشغالات المواطن والمشاريع العديدة التي تعرفها البلديات الثلاث في مجال الطرقات والتهيئة الحضرية، أكد زوخ على وجوب الحفاظ عليها من خلال الاهتمام أكثر بنظافة محيطها. نقدم لكم اليد، نقدم لكم الإمكانيات، نقدم لكم المساعدة، ولكن نرفض يعني التام الأوساخ والقمامة. نقص المرافق التربوية الثقافية والترفيهية وأخرى بالمنطقة كانت أيضا على طاولة النقاش.